اخطر سفاح في مصر واكتر واحد اثار الرأي العام في مصر. قصتنا بتبتدي في 2004، عامل صيانة للسكك الحديد وهو شغال شاف حاجة صدمته، شاف جثة بدأت تتحلل. الشرطة جات وعرفت انها جثة طفل. الطفل ده كان متبلغ عن اختفائه من فترة، وبعد كام يوم اكتشفوا جثة طفل تاني موجودة على سكك حديد طنطا، وبعدها بيومين لقوا جثة طفل تاني موجودة على سكك حديد اسكندرية. الاهالي كلها اترعبت ومنعوا عيالهم يروحوا المدارس. الشرطة بدأت تدور على مرتكب الجرائم دي. الغريب ان الاطفال دي بينهم عامل مشترك، انهم اطفال وانهم ميتين على سكك حديد. الشرطة قعدت تدور من 2004 ل 2007، طول الفترة دي بيلاقوا اطفال ميتة بنفس الطريقة، بس في عامل مشترك بينهم تاني، وهي ان الاطفال دي من اطفال الشوارع. فجمعوا اطفال الشوارع وبدأوا يحققوا معاهم، ووصلوا لاول خيط في الجريمة. طفل منهم بيقول انا عارف كل حاجة وعارف مين بيقتل الاطفال دي.